المسجد ديال حسن الثاني انا والسي اسحاق غانم هو حدايا، والحمد لله يعني وصلنا بخير، وحنا دابا كنتسناو باش نشوفوا يعني السي نبيل نبي مدير موقع باك تي في باش نتلاقاو معاه ونتلاقاو مع التلاميذ ايضا اللي كيتابعونا من خلال اليوتيوب. وبالنسبة للتلاميذ اللي دوزوا الاستدراكية يعني شفت هذا الامتحان هذا ساهل بزاف على الدورة العادية، يعني امور في المتناول غير اللي ما بغاش يجيب 20 ياك السي اسحاق، هذوما الامتحان ساهل بزاف بزاف كاع الصراحة. شفنا لي بروف ديال المات، شفنا ديال المات اللي شفنا وصراحة كان ساهل بزاف، وخصوصا ديك الدالة يعني دالة بسيطة حتى في الدراسة ديالها باينة. وما عطاهمش سميتو ذاك المعادلة التفاضلية ما تعطاتش والدالة العكسية ما تعطاتش، يعني داكشي كاع دوك الامور اللي كانوا شوية كيلقاو فيهم مشاكل يعني راه ما تحطوش. دونك اصلا هما تعمدوا يحطوا هذا الاكزامان في المتناول، علاش؟ نظرا لنسبة النجاح اللي كانت في العادية اللي كانت شوية نازلة مقارنة مع السنوات الفايتين، دونك هما تعمدوا باش الناس يعني ينجحوا، ونتمنوا ان شاء الله تكونوا خدمتهم مزيان وتجيبوا دي بون نوت، يعني ما تقلبوش على 10 على مقبول ما دايره لكم والو، باش نكونوا واضحين حاولوا فوالا قلبوا على لي مونسيون باش ان شاء الله ديروا داكشي اللي بغيتوا داكشي اللي كاين. اذا نتمنى ان شاء الله تجاوبوا مزيان على ماده الرياضيات وتعوضوا النقطه ديال الفيزياء، حيت الفيزياء عطاوا شويه صعيبه على حسب التعليقات ديال التلاميذ اللي قالوا بان الفيزياء تعطات شويه صعيبه، ولكن ان شاء الله يكون خير. نتمنوا لكم التوفيق.
ديالنا ترانسكيب دو بلاشو في سالي بشارع فوالا معنا هاد المعلومات اللي تسلو بعد فوالا غادي نجي هاد القضية الفكرة اللي قلت ديال اللي هي اصلا فكرة حصرية ماشي سنترال محط طلعت محط هو 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 هو